بعد انقضاء زمن الصوم الأربعيني، يتحضر المؤمنون لاستقبال عيد القيامة المجيد، حيث أقيمت الأمسيات الفصحية في عدد من الكنائس. المزيد في التقرير التالي. في كل عام وخلال زمن الصوم الأربعيني المقدس، تتحضر العديد من جوقات الترانيم لإحياء أمسياتها الفصحية التي تتضمن مجموعة من الترانيم الخاصة بالآلام والصلب والقيامة. وببركة رئيس أساقفة بيلا وشمال الأردن المطران فيليمونس مخامرة، وتحت رعاية السيد مشيل نصار، أحيت جوقة رقاد السيد العذراء للروم الأرثوذكس أمسية فصحية بمناسبة الأعياد المجيدة في كنيسة الروم الأرثوذكس بمحافظة المفرق، وسط حضور جموع من أبناء الرعية والمدعوين. وتألقت الجوقة بقيادة المرنم الأول في الأردن الدكتور رامي سماوي بتقديم مجموعة رائعة من التراتيل البيزنطية، حيث رسموا لوحة فنية فسيفسائية رائعة بأصواتهم الشجية وأدائهم المميز وألحانهم العذبة. وفي الختام قدم قدس الأب جري السماوي دروعا تذكارية إلى راعي الحفل وللضيوف الكرام. وأحيت جوقة ينبوع المحبة بقيادة طعم جبارة وبمشاركة جوقة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس بقيادة مهند أبو الزلف أمسية فصحية مشتركة في كنيسة رقاد العذراء مريم للروم الأرثوذكس في محافظة مأدبة، بحضور الأرشمندريت إنوكنديوس والأب نيقولا داود والأب يوسف حمارنة وعدد من الآباء الكهنة. وقدمت الجوقتان بحضور جموع المؤمنين مجموعة من روائع الزمن الفصحي. دعت الكنيسة إلى يوم نشاط فيها، وهو جمع فرقتين من فرق المملكة الأردنية التي أسست في مادبة وفي عمان، فرقة سان جورج للروم أرثوذكس في مادبة وفرقة ينبوع المحبة في عمان. قدمنا فيها الليلة فصحية لأبنائنا في هذا البلد في مادبة، وكانت ليلة جميلة جدا، استمتع فيها أبنائنا وانتشلنا بقلوبنا إلى السماء لمخلصنا ربنا الذي صلب من أجلنا على الصليب. جوقة ينبوع المحبة اليوم مع جوقة القديس جورجيوس في كنيسة الروم الأرثوذكس في مادبة لأول مرة بنعمل أمسية مشتركة، خلينا نحكي كجوقة كاثوليكية وجوقة أرثوذكسية. هذا بيعني لي الكثير أنا كطعمة كمسؤول ينبوع المحبة، لأنه خلال 15 سنة وكما بتعرف أنه الجوقة هي جوقة مسكونية، هاي أول مرة نحن بنأدي عمل مشترك. هاي بوابة جديدة، مفتاح جديد حتى إحنا كما الإخوة نكون مع بعضنا البعض. مرة تانية نشكر الله على العطايا الكبيرة وعلى هالمحبة الكبيرة اللي لمسناها اليوم بكنيسة الروم الأرثوذكس، وإن شاء الله للأمام ولقدام نقدر نشتغل مع بعض أكثر وأكثر. نشكر ربنا، يعني كان إشي حلو، يعني لما بنحكي أيام الفصح يعني
أيام البيزنطية يعني موسيقى بيزنطية، تراتيل بيزنطية، يعني بيخلي الواحد يحلق في السماء زي ما بيحكوها. وبتمنى للكل كل عام وهم بخير وسنة خير على الجميع وفصح مبارك على الجميع يا رب. ارحمني يا الله. وفي كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي، وتحضيرا لاستقبال حدث القيام المجيد، أحيا المرنم فارس عباسي بمرافقة المرنمة ناتالي سمعان أمسية الألام تحت رعاية قدس الأب على إنشرب شراع الكنيسة. وقدم المرنمان باقة من الترانيم الفصحية المميزة بأصواتهم الشجية. يا أمة يسوع يا أمي ويا أملي الذي أعتق آدم في الأردن ختن البيعة سمرة. يا قلبي الحزين يا جرحي الأليم أهوى على ابني موته يفزعني في ذات السياق. شاركت فرقة تراتيل المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في الأشرفية بصلاة النوم الكبرى التي أقيمت في كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس في منطقة العبدلي، والتي ترأسها الأب سالم مدانات راعي الكنيسة بحضور جموع المؤمنين. اسمعوا إلى أقص الأرض لأن الله معنا، أيها الأقوياء انقلبوا لأن الله معنا، لأنكم وإن قويتم فستنغلبون أيضا لأن الله معنا.